من قناة أخبار العالم نأتيكم بهذا الخبر من محافظة تعز. في جريمة هزت مدينة تعز جنوب اليمن، فقد أقدمت امرأة مساء اليوم على محاولة قتل أشهر أطباء القلب في تعز. وقالت مصادر محلية أن امرأة ترصدت للطبيب وجراح القلب سلطان الدبعي قبل أن تباشر بمحاولة قتله طعنا باستخدام السكين برقبته في أحدى شوارع المدينة وتحديدا بجوار جامع النادي. وطبقا للمصادر فقد تم إلقاء القبض على الجانية، فيما لا تزال أسباب ودوافع ارتكابها غامضة.